إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على النبي المختار محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بأبناء الطلبة والطالبات في الحلقة 15 في لهذا المقرر الفكر الإداري في الإسلام أو الإدارة في الإسلام للمستوى السادس لطلبة قسم الإدارة في كلية الاقتصاد والإدارة. في الحلقة السابقة تكلمنا عن التنظيم وعن خصائص التنظيم، وأوردنا الأدلة أو بعضا من الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة. في هذا اليوم بإذن الله سنتعرض إلى شرح هذه الخصائص وتطبيقاتها التي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فنقول أول الخصائص التي ذكرنا في الحلقة السابقة نعيدها، وهي خصيصة الإمارة أو التدرج الرئاسي أو الهرمي. التدرج الهرمي أو الرئاسي لا يقوم في الإسلام على طبقية أو على محاباة أو واسطة، إنما هو يقوم على سابقة في الإسلام، يقوم على قدرة، ويقوم على علم ومعرفة وخبرة، يقوم على أمور كثيرة تشكل في مجموعها وجود هذه التدرج الهرمي في الإسلام. التدرج الهرمي في الإسلام ضرورة بالغة للوصول إلى الأهداف الشرعية، فعدم وجود الشخص في أعلى الهرم فذلك دلالة على عدم رفع الخلاف الذي يقع بين من هم أقل منه، وأيضا لمن هم أقل منه لا يستطيع رفع الخلاف لمن هم أقل منهم، فبالتالي لن يستطيعوا في نهاية المطاف للوصول إلى تحقيق الأهداف المطلوبة منهم. ثم أن هذا التفاوت في الخليقة هو أصل من أصول الخلق عند الله عز وجل، فالله عز وجل لم يخلق البشر على المساواة، وإنما خلقهم على التفاضل والتمايز، والأدلة السابقة دلت على ذلك من الكتاب والسنة. فالله عز وجل لم يخلق حجرين متماثلين، ولم يخلق شجرتين متماثلتين، ولم يخلق بشرين متماثلين، ولم يخلق حيوانين متماثلين، ولم يخلق كوكبان متماثلان، ولا أي شيء من ذلك. فالله عز وجل ميز وأعطى من كرم عطائه سبحانه صفات وخصائص تختلف من بشر إلى آخر، فكل إنسان مكلف على حسب فضل الله الذي أعطاه له. فتكليف الشخص ألف يختلف عن تكليف الشخص باء بحسب ما امتن الله عليه من عقل وفهم وإدراك وما إلى ذلك. أيضا في الأدلة ذكرناها بيّن الله شأن العلماء وعلو العلماء عن غيرهم لما خصهم الله عز وجل به من علم وعقل يستوعب هذا العلم ويفهمه ويدركه، وبالتالي يقرب بعقله إلى فهم حقيقة هذا الكون. ففي كل شيء دلالة على الله عز وجل، إلا من كانت فطرته غير سليمة، ولا نقصد بالفطرة فطرة الخلق، ولكن عقله غير سليم، بل يؤثر الهوى واتباع شهوات نفسه فينحرف ويحيد عن الطريق الصحيح. ثم هنالك التوازن بين الرعاية والمسؤولية. فالإسلام عندما أوجد الأعمال وتكلم عنها جعلها أمانات في أعناق من يقوم بأداء هذه الأعمال، فكل عمل هو أمانة. فإذا استوعب الإنسان مفهوم أن العمل الذي يقوم به أمانة كان ذلك رادعا له عن الانحراف،
ومساعدا له على القيام بالشيء الصحيح في عمله. أيضا الإسلام اختار لفظ الرعاية تحببا إلى قلوب البشر كما ذكرنا في الحلقة السابقة، فيحسسهم بالرحمة والشفقة على الآخرين، وليس بلفظ السلطة عندما يحسس الآخرين بالاستبداد والقسوة والقوة. فلفظ السلطة لفظ بشري يستخدمونها البشر في الإدارة الحديثة، أما الخالق والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، الفكر الإسلامي استخدم الرعاية، فيها نوع من الحنان. والرعاية مرتبط ارتباط وثيق بمفهوم المسؤولية الشاملة، فما كنت أنا مسؤولا عن شيء فأنا لي عليه حق رعايته، وذلك في باب مثلا إسداء النصح للآخرين والشورى عندما يشاورني أحد. فهنا تكون مسؤوليتي تجاه أخي المسلم أن أكون ناصحا له، فبالتالي لابد أن أكون راعيا له محبا له. الخصيصة الثالثة وهي وجوب الطاعة في المعروف، ويقصد بوجوب الطاعة بالمعروف ولاية الأمر. وولاية الأمر لفظ عام، فكل من ولي شيئا من أوامر من أمور المسلمين فهو ولي أمر على هذا الأمر. فمثلا أبسط لما نأتي إلى مثلا ما يسمى بالبلديات الآن أو بالأمانات الموجودة في المدن، من أبسط الوظائف فيها المراقب، مراقب السوق. فمراقب السوق يعتبر ولي أمر على المحلات التي يراقبها، فيستطيع أن يغش ويستطيع أن يكذب ويستطيع أن يرتشي ويستطيع أن يقطع أرزاق الناس بتقارير موهومة أو مكذوبة. فهنا عليه أمر مهم، وهو اتقاء الله عز وجل في من تولى عليهم أمرهم. أيضا أن الطاعة في التنظيم الإسلامي حرص على وجود الجماعة والترابط وعدم التفرق وعدم التنازع ثم الفشل في الحياة. ولكن قرر الإسلام أن تكون الطاعة بالمعروف، أن لا يكون في الطاعة أمر بالمعصية، وما أمر بالمعصية متى ما أمر بالمعصية فنرفض، ولكن في هذا الجانب فقط الذي فيه معصية ولا نطلق الأحكام العامة. فالإسلام يحب أن يربي المسلم الشجاع الذي يستشعر مسؤوليته أمام الآخرين أو تجاه الآخرين. وأيضا يحرص الإسلام على أن يفسر كل مسؤول، ولي الأمر لابد أن يفسر لمن تحته من تعليمات وأوامر ومسؤوليات وحقوق وواجبات، فيحرص الإسلام على توعيتهم وإعطائهم حقهم بإفهامهم كل شيء، ثم يطالبهم بما عليهم. فالإسلام دين عظيم وفكر جميل. الإسلام أو في الخصيصة الرابعة اللي هي تخصيص وتقسيم العمل، الإسلام امتدح تقسيم العمل والتخصيص، ومثال ذلك سيدنا يوسف عليه السلام وعليه الصلاة والسلام عندما خصص نفسه بالعمل في وزارة الخزانة، في الخزانة أو وزارة المالية أو ما تسمى بأي مسمى الآن. فهذا دليل على تقسيم العمل والتخصيص، وتقسيم العمل يؤدي إلى حسن الأداء. فكلما كبرت الواجبات على الفرد كان أداؤها له أقل من واجبات الفرد الذي عليه مسؤولية محددة وتقسيم. فكلما قسمنا العمل إلى وحدات أصغر كان هنالك اكتساب جيد للمعلومات ومعرفة وإتقان وفهم وخبرة أكثر. أيضا عدم تحديد الوظائف وتقسيم الأعمال يؤدي إلى التواكر والتعدي بين الموظفين الآخرين، فعندما لا أحدد الأعمال الموكلة لكل واحد منهم فكل سيرمي بهذا العمل على الآخر، ثم يضيع العمل المؤسسي والعمل الحقيقي الموجود الواجب القيام به، فتضيع المسؤولية. أيضا هنالك جانب عقدي في المسألة، الجانب العقدي يدعم هذا الأمر. فجانب المسؤولية في الجانب العقدي مهم استشعاره، فبالتالي متى ما استشعر كان الإنسان مكلفا بأن يسأل عن كل دقيقة وصغيرة في عمله لأنه مسؤول عنها.
وهذا مما يدعمه الجانب العقدي في الفكر الإسلامي والذي لا يوجد في الفكر الغربي. الشورى أو ما تسمى بالشورى الإيمانية، ولها تعريف ورد هنا أريد أن أقرأه عليكم قراءة، فيقول: التعاون في تبادل الرأي ومداولته في أمر من أمور المؤمنين أو الجماعة المؤمنة أو الأمة المؤمنة على نهج وأسلوب وأسس وقواعد تحقق أهدافا وغايات تجتمع كلها لتبحث عن الحق أو ما هو أقرب إليه طاعة لله وعباده. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي بها من بعده. والشورى في الشورى الإيمانية تنقسم قسمين: قسم في السياسة العامة وهي لأهل الحل والعقد، وقسم وطبعا هي ليست لعامة الناس ولكن أهل الحل والعقد اللي لهم شروط وعليهم واجبات معينة ليس المكان هنا لذكرها. وهنالك القسم الثاني تضمن الشورى في الأعمال الخاصة، الأجهزة أو المنظمات الخاصة. طبعا الشورى في عند قدماء الفقهاء ليست ملزمة، وهذا المذهب الصحيح. والشورى الإيمانية حق لولي الأمر سواء كان في الولاية العامة أو الولاية الخاصة أو إلى أصغر ولاية كانت أو إلى أي أمر يوكل إليه أحد المسلمين أن نسديه المشورة الإيمانية الحسنة، وهو يرى أن يأخذ بها أو لا يرى أن يأخذ بها، هذا مرجوع إليه ومحاسب عليه عند الله عز وجل. وذكر بعض الكتاب أو المعاصرين من المسلمين عناصر أساسية تقوم عليها الشورى الإيمانية، فذكروا سلامة القلب وصدق الإيمان، وذكروا النية والإخلاص والتجرد، وذكروا العلم بمنهاج الله قرآنا وسنة والعلم بالواقع وميدان التطبيق، وذكروا الممارسة والخبرة والتجربة والمران، وذكروا معرفة الإنسان بنفسه وقدرته، وذكروا أن المستشار في الإدارة الإسلامية مؤتمن فيما يسمعه ويقول. فهذه عناصر مهمة في من يقوم بعملية الشورى الإيمانية. ثم ننتقل إلى خصيصة العمل الصالح وهي الحياد والموضوعية، ويقصد فيها أن يقوم الإنسان في العمل بدافع إيماني، بدافع عقدي، وأن الإسلام يطلب من المسلمين النزاهة، عدم المحاباة، عدم المحسوبية، أن يقوم الإنسان بهذا العمل توجها لله وتقربا لله وليس لنيل جانب معين أو جانب مادي، فالجانب المادي جزء ثانوي بالنسبة إلى أهمية العمل. وأيضا أن مبدأ العمل في الإسلام وتولي الأعمال لابد أن يقوم ويتم على الجدارة الإسلامية أو الجدارة في العمل. مبدأ الجدارة عموما يطبق في من يوكل إليه عمل معين. وذكر عن نبي الله موسى، ذكرت إحدى الجاريتين التي أتى لأبيهما لاستئجاره أنه قوي أمين، فتحري الدقة في فهم المتقدمين وفهم من يريد القيام بالعمل أمر مهم. ننتقل إلى التوثيق والتدوين مع البساطة والتيسير، فالإسلام يدعو إلى التبسيط وتيسير الأعمال ليس فقط الأعمال الدينية بل الأعمال الدنيوية. ودعا الإسلام إلى الكتابة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 كاتبا في مختلف الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم حظ على التعليم، فجعل هنالك معلمين من الصحابة والصحابيات. ننتقل إلى تنمية الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس، وقد تشعبنا في ذكر الرقابة الذاتية وأنها أمر داخلي في الإنسان. فيقول أحد الكتاب كلاما جميلا عادة ما نكرره وأريد أن أقرأه نصا عليكم، فيقول في الرقابة الذاتية: هي الفرق بين التزام الذات في نفسها والتزام الذات من سلطة خارجة عنها. فيقول هو الفرق بين التزام الذات من نفسها والتزام الذات من سلطة خارجة عنها، هو الفرق بين إنسان له أهلية الإشراف على نفسه وآخر فاقد تلك الأهلية.
فيقصد بها أن الإنسان إذا كنت أنا أستطيع أن أشرف على نفسي فهذه هي الرقابة الذاتية، وإذا كنت فاقد هذه الأهلية ولا بد لغيري أن يراقبني فهذه هي الرقابة، عدم وجود الرقابة الذاتية. الإسلام جعل الرقابة الذاتية الخط الدفاع الأول، فالإسلام يتكلم عن الرقابة هنا بأنها رقابة وقائية ابتدائية، فإذا وقع المحظور كانت رقابة علاجية. ننتقل إلى العلم والتربية والتدريب. فالإسلام حض على العلم بمفهومه الشامل الواسع، والإسلام دعا إلى التعلم وطلب العلم في جميع المسائل، في العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع فروع العلم وفي بحورها. فالإسلام دعا وأشبع هذا الموضوع بحثا وأدلة على أهمية العلم ومكانة العلماء. أيضا الإسلام دعا لاستفادة من تجارب الأمم السابقة وتجارب الآخرين ومن سبقونا، فلا نبخس أحدا حقه في علمه أو ما وصل إليه من علم. الخصيصة العاشرة، الأمر معروف النهاية والنهي عن المنكر أمر عظيم، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر له ثلاث درجات. الدرجة الأولى النهي باليد، وهذا لمن هو تحتك، وثم اللسان وقد يكون لمن هو تحتك، ثم بالقلب، وهي يعني إنكار الأمر بالقلب، وباللسان وبالقلب أيضا لما هم في مستواك، وبالقلب لمن هو أعلى منك إذا كنت تخشاه. نذكر مقولة لشيخ الإسلام بن تيمية فيقول: وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء ذلك في ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، أو الصغرى مثل ولاية الشرط وولاية الحكم وولاية المال وولاية الدواوين وولاية الحسبة. فالأمر معروف النهي عن المنكر كما ذكرنا قبل قليل في باب الرقابة أو رقابة ذاتية، هي رقابة علاجية إذا وقع المنكر، ورقابة وقائية قبل أن يقع المنكر. هذه هي الخصائص العشر بشرحها، فكيف نرى تطبيقها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة المنورة جعل هنالك قسمين للولاية أو للتنظيم في حياته. فأول تنظيم كان بمسمى أو التنظيم الأكبر اللي هي الولاية العظمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو متوليا للولاية العظمى، وكانت السلطات الثلاث بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له وزيرين هما أبا بكر وعمر، وجعل له كتابا في ذلك، بعد ذلك يكتبون ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للولاية العامة. في الولاية الوسطى أو الإدارة الوسطى، الإدارة العليا كانت هذه الإدارة الوسطى، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال التنفيذية إلى أعمال تنفيذية في داخل العاصمة الإسلامية وأعمال تنفيذية خارج العاصمة الإسلامية وهي يثرب وهي المدينة المنورة طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجد كتابا له، فتجاوز عددهم 40 كاتبا، منهم من يكتب الوحي ومنهم من يكتب الرسائل ومنهم من يترجم وإلى آخره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوجد المعلمون، فمنهم مصعب بن عمير ومنهم عبادة بن الصابت ومعاذ بن جبل، والمعلمة النساء كانت أم الشفاء، اسمها الشفاء أم سليمان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنالك محتسبين كعبد الله بن عمر في المدينة وسعيد بن العاص في مكة المكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إلى حذيفة بن اليمان مهمة التعداد والإحصاء للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسؤولا لبيت المال مثل أبو هريرة، وقصته معروفة مع الشيطان عندما أتى له في موضوع التمر. النبي صلى الله عليه وسلم في القسم الثاني، وهي ما كان خارج العاصمة الإسلامية المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنالك ولاة وعمالا له فيما في المدن التي دخلها الإسلام أو المناطق مثل نجران ومثل البحرين جعل عليها العلاء بن الحضرمي، وجعل عتاب بن أسيد على مكة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقام عمالا على بعض جلب الخراج والأموال، ليست خراجا، أتى بأموال الزكاة المأخوذة من
القبائل المختلفة، وجعل على كل قبيلة رئيسها هو العامل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوجد القضاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي، ولكن كان في بعض المسائل يرسل من يقضي عنه، فكان ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وكان حذيفة بن اليمان، وكان علي بن أبي طالب. وقصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى اليمن معروفة، عندما سأله قال بما تقضي، قال في كتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا ألو، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل معروف بأن عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بالحلال والحرام، قال معاذ بن جبل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمراء للجيوش والسرايا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز السرايا والجيوش ويجعل عليها أميرا ثم خليفا للأميرة للأمير ثم خليفة للخليفة. فمثل غزوة مؤتة عندما جعل الإمارة في زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وفعلا قتل الثلاثة واستشهدوا، فأخذ الراية خالد بن الوليد، فنظم الجيش ثم انسحب به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة سيف الله المسلول. هذا هو التنظيم النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة وفي خارج المدينة المنورة. كان بودي أن ندخل في هذه الحلقة في عهد الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدين، ولكن يخبروني أن الوقت انتهى، فأشكر لكم حسن المتابعة، وأدعو الله أن أكون قد سددت فيما قدمت، فأشكركم على حسن المتابعة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.